السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم في الحقوق المالية. ايه هي الحقوق المالية؟ الحقوق المالية دي بتنقسم الى حاجتين، حقوق عينية وحقوق شخصية. الحق العيني ده موضوعنا النهاردة، اما ان يكون حق عيني اصلي او حق عيني تبعي. ايه الحق العيني الاصلي؟ الحق العيني الاصلي اقوى واحد في الحقوق العينية حق الملكية، لان طبعا احنا قلنا ان هو بيدي لصاحبه ثلاث سلطات وهنتكلم فيهم مع بعض دلوقتي. طيب ايه كمان؟ وفي حق متفرع عن حق الملكيه ده. يبقى انا عندي الحق العين الاصلي، حق ملكيه، وحق متفرع عن حق الملكيه. طب والحق العين التبعي؟ لا، ده هنتكلم عليه في حلقتنا ان شاء الله. خليكم معايا عشان نظبط مع بعض السبوره كده على الحق العين الاصلي وبالاخص حق الملكيه، وبعدين نشرح مع بعض الحق المتفرع عن حق الملكيه. خليكم معايا، تعالوا مع بعض نكمل الحقوق العينية ونشوف التعريف بتاعها. وخلي بالك اول من التعريف علشان ده اللي هيميزه عن الحق الشخصي. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هنا الحق العيني هو سلطة مباشرة للشخص على شيء معين بالذات. سلطة ايه؟ مباشرة لشخص على شيء معين بالذات. خلي بالك الخصائص بتاعته هنتكلم في كذا نقطة. اول حاجة فيهم سلطة مباشرة. سلطة مباشرة يعني ايه؟ يعني صاحب الحق العيني ده بيمارس سلطته بدون تدخل من اي شخص اخر. السلطة بتاعته سلطة مباشرة، بيعمل اللي هو عايزه، سواء كان هيستغل الحق ده او هيتصرف فيه او هيستعمله. مفيش اي حد تاني هيجي يتدخل عشان الشخص ده يباشر حقه. يبقى السلطة ايه؟ سلطة مباشرة. لذلك بنقول ان صاحب الحق ده بيتمكن من مباشرة حقه دون تدخل ايه؟ من شخص اخر. تمام؟ بس خلي بالكوا بس بكل كلمة عشان لما نروح للحق الشخصي هتلاقي الفروق او الفوارق بدأت تظهر معانا. الحاجة التانية شيء معين بالذات. طيب يعني ايه شيء معين بالذات؟ يعني ينفع يكون شيء معين بالنوع؟ لا، لازم معين بالذات. يعني مثلا التليفون ده خلاص مملوك لأحمد. التليفون ده هو نوعه كذا وماركته كذا موديله كذا، خلاص معروف ان التليفون ده كده كل حاجة فيه قلناها مملوك لأحمد. تمام؟ لكن لو جيت اقول مثلا احمد يمتلك مثلا ارداب من القمح، زي ما ضربنا هنا من المثال اهوت وقلنا ايه، ان لو احنا قلنا ارداب من القمح ما ينفعش لان ده معين بالنوع. كده احمد يمتلك حق عيني؟ لا. ليه؟ لان احنا ما حددناش اي ارداب من القمح. احنا قلنا هو يمتلك وخلاص ارداب من القمح. طب امتى يكون حق عيني؟ لو عملنا حاجه اسمها عمليه الافراز. جينا عملنا افراز ووضحنا ان هو يمتلك الارداب ده اهو من القمح، كده بقى معين بايه؟ بالذات، مش معين بالنوع. فلذلك نقول ان ده حق عيني. يبقى ايه العنصر المميز هنا؟ ان يكون ده اهو الشيء ده يكون معين بالذات مش بالنوع. لا، بالذات واضح ومعروف والملامح بتاعته كلها باينه وكل تفاصيله ايه؟ باينه. طيب لذلك انا ضربت مثال قلت ما ينفعش ان هو يكون ارداد من القمح او ان انا اقول 5 امتار من القماش. لكن بعد ما نعمل عمليه الافراز نقدر، لان احنا كده خلاص حددناه بالذات وما عادش محدد بالنوع. ايه كمان؟ الحاجه اللي بعد كده ان هو حق مطلق. يعني ايه حق مطلق؟ يعني انت بتواجهه يعني مفيش حد معين انت بتواجه بيه الحق ده. لا، ده انت بتواجه الناس كلها بالحق ده. بتواجه الناس كلها بالحق ده. طب والحق الشخصي؟ خلي بالك الحق الشخصي انت بتواجه المدين فقط. انا ليه بقول الكلمه دي؟ عشان بس ما تنساش ان كل لفظ بنقوله هنا هتبص تلاقيه مختلف في الحق الشخصي. مش هقعد اقول لك بقى كل شويه هنا وهنا عشان ما لخبطكش. لما نيجي في الحق الشخصي لاحظ بس الفروق. هنا الحق ده حق مطلق، يعني انت بتعمل ايه؟ بتحتج بيه على الكفه. بتحتج بيه على ايه؟ على الكفه. مش مثلا حد معين او كده، لا، انت اي واحد براحتك خالص تقول له خلي بالك انا ليا حق عيني على الحق ده. خلاص كده؟ طيب ايه كمان؟ الحقوق ديت وارده في القانون على سبيل الحصر. يعني احنا مع بعض كده ما ينفعش نعمل منها شويه، لا،
ده القانون حددهم ومفيش غيرهم. تيجي تقول لي انا عملت انا والمتعاقد التاني حق كده عين، لا اقول لك لا غلط. ليه؟ ده موجود في القانون على سبيل الخاص، مش بمزاجنا، مش على سبيل المثال يعني نضرب مثال ونعمل غيره، لا ده هما كده زي ما احنا ما بنقولهم مش هيجي غيرهم، هما ثابتين خلاص كده. يبقى الحقوق العينيه مالها؟ وارده في القانون على سبيل ايه؟ الحصر. تمام؟ طيب ايه كمان؟ بيؤتم صاحبه ميزه التقدم والأولوية والتتبع. يعني ايه الثلاث حاجات دول؟ التقدم يعني انت لو ليك حق عيني على حاجة معينة فانت هتتقدم على كل الدائرين التانيين اللي هم العاديين اللي اقل منك في المرتبة، انت ليك حق عيني فانت بتتقدم على ايه؟ على جميع الدائنين. طب يعني ايه أولوية؟ الأولوية يعني انت ليك الأولوية دون عنهم. نفس الفكرة برضو بتاعت التقدم، التقدم والأولوية. طيب والتتبع يعني انت بتتبع الحق ده في اي يد يكون، لو كان مثلا مع حد او حد خده او حد سرقه او حد، انت بتتبع الحق بتاعك ده وتشوفه هو في اي يد يكون، يعني مع اي ايد، مع اي شخص، عشان خاطر ايه؟ تسترده. يبقى الحقوق دي تركز عليها قوي، لان كل ما هتركز على دول وتفهمهم هتيجي في الحق الشخص تلاقي ان في اختلاف، لأن يعني الحق الشخصي ما بيديش الميزات دي، ما يديلكش ميزة أولوية ولا تقدم ولا تتبع، لأن أنت ليك حق على شيء محدد بالنوع وليس بالذات. شفت بقى؟ يعني كل شوية هتلاقي إيه؟ هنا بالذات، هناك بالنوع. يعني أنت ليك 5000 عند واحد كحق، أنت ليك حق شخصي، ليك 5000 عند مثلا مدين، خلاص؟ أي 5000 هيديهم لك ينفعه، ما ينفعش تقول له لأ أنا كنت مديهم لك 200 يبقى خدهم 200، او كنت مديهم لك 100 اي 5000 عادي، هو ده شيء محدد بالنوع مش بالذات. لما نيجي في الحق الشخص هوضح لك كل الكلام ده، خلاص. اتمنى ان انا اكون افدتك ان شاء الله. الحلقه الجايه عشان بس ما ننساش، الحلقه الجايه هنتكلم عن انواع الحقوق العينيه، انواع الحقوق العينيه، حقوق عينيه اصليه وحقوق عينيه تبعيه، وان شاء الله الدنيا هتبقى تمام ما تقلقوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.